ده الحبر اللي في الخزانة القديم ده صح؟ ده الفايز. فايز ده لو اتملى زيادة بيجرح لك في الدراع. يرمي لك على الورقة. بيعمل ايه؟ يرمي زيادة على الورقة. يرمي زيادة على الورقة. لكن التانك اللي هو فيه ده انا ده. ده التانك. بتنضفه بالبلاور عشان يطلع. اسمها ايه بقى المسطرة دي؟ براشر. ده ايه؟ براشر. ده اللي بيسحب الورقة. عمود جلد. تلمع ده كده. برضه. ماشي. لو في تراب ولا بتاع بتنظف معاك. ده الخزان ده. ده الخزان ده. دي اسمها ايه بقى دي؟ ده العمود المغناطيس. مغناطيس. دي لازم تنظف تفضل الخزان القديم. لازم تفضل اي مكان حتى لو كان في حبر جديد. لازم تفضيه عشان ما يحصلش ايه؟ ممكن يبقى عليه رايش. رايش او رطوبة. او الحبر نفسه مرطب. رطب اه. يبوظ كل الجديد اللي اتحط. ده هيكسل ده. خبط كده لحد ما ياخد الليه الحبر. ناخد كفايته ولو في زياده بشيلها. ماشي. ما سيبوش مخنوق. مش بكتر الحبر. هنقوم دلوقتي حضراتكم نحط الحبارة ونشغلها ونشوف النتيجة في الطباعة ايه بعد ما احنا مليناها. هنا الدور ده الطباعة شغل طبعا. نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو انضغط على زر لايك. لو انت شايف ان الفيديو ده يفيد حد تاني ادعمنا وانا مشترك الفيديو. وسعيد جدا باشتراكك بالقناة. ولو في اي حد منكم عنده اي استفسارات او اي تعليقات او اي حاجة عايز يستفيد منها خاصة بعطال الطبعات ياريت يكتب لنا التعليقات تحت الفيديو واحنا بنرد على جميع التعليقات دورية المشتركين بالقناة.